السلام عليكم حبيبي، انا اليوم جيت اصور مع شركه كوريه راح يحطون الفيديو في قناتهم الكوريه. انا اليوم لبست هيك فستان، انا الحين في الاستوديو صورت وخلصت تصوير، ف قلتوا لي البس فستان، فانا لبس لكم فستان اليوم. خلص قلتوا لي البس فستان يا ميسو، انا ما عندي مع الفساتين، انا صراحه انا مو بحب الفساتين، بس انا لبس لكم فستان. شوف كيف الفستان، حلو ولا مو حلو؟ الفستان حلو ولا مو حلو؟ راح احاول اني اورجيكم الفستان بعدين. اشتريت هدول مع هيك كيوت مو؟ كيوت. ميسو البيبي تبع هوبي على السجوم. اعطيني 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 في الصندوق، في الصندوق هوبي. اوه كوغي كوي باجا كاكوا كاكوا. اوه في الصندوق، يلا جيبها جيبها، خليني اشوف اذا راح يجيبها ولا لا. اوكي جيبها جيبها هوبي، جيبها من الصندوق. جاي لعندي جلس عم يقول لي اجيبها اجيبها. هاي يقو يقو تشا يا عمري. ميسو حبيبي تعرفون انا وين اجيت الحين؟ لانه تعرفون انه انا لما كنت صغيره اختي بشرى ضربتني على حاجبي، وانا هون ما عندي يعني ما عندي حواجب، يعني ما عندي شعرات في هالمنطقه وفي هالمنطقه. فانا اليوم اجيت عن هاي الصديقه وراح اسوي، بتاخذ لي شعراتي من هون، بتاخذ شعراتي من هون وتحطهم لي هون. المهم فاول مره راح اسوي هاي التجربه، وقالت لي يمكن راح تكون هيك مو عم توجع كتير، بس شوي بس شوي، انا بتاخذ شعراتي وبتحطهم هون. ف حطت لي هون كريم مشان ما يعني احس بالوجع وهيك، فانا راح انتظر وانا ما حاطه ولا مكياج ولا شيء، وراسي عم يوجعني
والمهم خلونا نشوف كيف راح يطلع الحواجب. وقالت انه هالعملية بتضل لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر، أو كمان إذا يعني I take care of it very well يمكن يضل لمدة عام، لمدة سنة حواجبي يكونوا حلوين. فخلونا نشوف شو راح يصير معانا. شوفوا، خلي اورجيكم، شوفوا كأنهم حواجبي، كأن واو واو كأنهم حواجبي يا اخي. هالبنت ايديها كتير حلوين، كتير حلوين. او ماي جاد، عجبوني عجبوني عجبوني. يعني ما مو بالضرورة إني أسوي أحط يعني القلم وأرسم حواجبي. واو عجبوني. بس نمت لما كانت بتسوي لي هاد، نمت قالت لي راح يوجعك شوي، ما وجعني ولا شيء ونمت. نمتوا عجبوني. خليني أروح للبيت وبتشوفوه كتير منيح. ميسو صباح الخير حبيبي. انا البارح كنت لما كنت بدي ارجع للبيت يعني اصور لكم يعني حواجبي وهيك، بس كنت كتير 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 تعبانه. اليوم قالت لي انه اليوم حواجبي راح يصيروا يعني اللون تبعهم راح يصير غامق اكثر، فقط اليوم، بس بعد بكره ان شاء الله راح يصيروا يعني طبيعيين. سو حواجبي اليوم هيك صاروا لمدة سنة أو سنة ونصف وهيك. فأنا حبيت صراحة، حبيت حواجبي. وبالنسبة حواجبي ما رح يضلوا هيك يعني كبار، قالت لي إنه رح يصغاروا شوي، فقالت لي لا تخافي. فعجبوني. وقالت لي إنه بعد شهرين إذا مثلا بدك، إذا شفتي إنه حواجبك مثلا بدك يا يعني في مثلا، ما بدي اللغة العربية ما بدي تطلع. قالت لي مثلا بعد شهرين إذا مثلا شفتي إنه حواجبك إنه ناقصهم شيء أو هيك أو هيك، تعالي عندي أنا بسوي لك يعني مجانا. فأنا الصراحة 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 لاحظت إنه هالحاجب طويل شوي على هالحاجب، مو شوفوا. فان شاء الله يمكن بعد شهرين راح اروح ابدا اقول لها هذا قصير شوي على هذا، شوي 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 قصير شوي، ولا انا بيتهيأ لي. المهم انا بحس انه هذا الحاجب طويل شوي على هذا الحاجب، بس بشوي. المهم كتير تعبان اليوم، الحمد لله ما عندي ولا شيء، لهيك ما راح اطلع. اذا طلعت الناس راح يقولوا شوي مسوي بحواجبها، ايش راس بحواجبها هيك بلون غامق. بس بكره ان شاء الله راح يصيروا حلوين. كتير جوعانه اليوم، متحمس زياده عن اللزوم عن اخر مره طلعنا. متحمس زياده. يا عمري يا عمري، اوتي وبيوتي. عندي مكتما كذا كذا كذا. أيكو تكما إلوا 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 بس كذا كذا وبي كذا كذا. متحمس زيادة عن اللزوم اليوم، شفتك متحمس زيادة. كذا كذا كذا. ولتي ولتي النوم في النوم. المهم فانا بس رجعت الحين للبيت مع هوبي، وهوبي كتير متحمس، بده فقط يلعب. يعني انت ما تعبت؟ انا تعبت من الطلعه اللي طلعنا يا هوبي. انا كتير تعبانه،
بدك تلعب؟ بدك تبدو يلعب بدو يلعب بدو كوبي بدك تلعب كوبي بدك تلعب بدك تلعب تا كجوا كجوا متحمس كتير تا جو 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 دا اعطيني اعطيني اطلق اتطلق تطلق تا كجوا قولش شارس قولش. المهم قالت لي انه فقط اليوم حواجبي راح يكونوا هيك وبعد بكره يعني بكره راح يصيروا يعني ناتشورال راح يصيروا طبيعيين. خلونا نشوف كيف راح يصيروا معنا بكره. وقالت لي انه حواجبي راح يصيروا هيك بدي هيك يعني احكهم هيك. بس قالت لي لا تحكيهم ابدا ابدا ابدا. اليوم اقدر اني اتدوش يعني واغسل وشي بس لازم ما يعني اسوي هيك بالصابون لحواجبي بس هيك 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 هيك. فيني نوم رهيب. اخ وانا قبل قليل فقت من الغيبوبة تبعي. ليش فيني نوم الله اعلم. شو 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 هو بي ما شاء الله كبر. ميزو اليوم عندي تصوير فرح احاول اني احط ميك اب واشوف كيف رح يطلعوا حواجبي مع الميك اب. بس اليوم كمان حواجبي لساتهم يعني اللون تبعهم لساته شوي هيك يعني ناصع كتير يعني بلاك كتير. بس اتمنى انه اذا حطيت الميك اب ما يكون كتير يعني شوي. فهمتوا علي ولا ما فهمتوا علي؟ المهم ما علينا. فانا بس اخذت دوش الحين راح انشف شعراتي احط مكياج وارجع لكم. الحمد لله قالت لي انه ما اخاف لانه بعد يومين او 3 ايام يعني راح يصيروا يعني كتير كتير طبيعيين. اوكي خلينا نشوف كيف راح يصيروا. ميزو كل